بالنسبة لنا في التعليم الأهلي العام في وزارة التعليم حريصين في الفترة القادمة على تشجيع هذا القطاع وزيادة فرص الاستثمار بإطلاق مبادرات وعدة خطوات تعمل الوزارة حثيثا لزيادة نسبة الاستثمار في القطاع الأهلي العام، مثل إطلاق بعض المبادرات الخاصة برؤية المملكة 2030، منها اللي تشجيع الاستثمار في القطاع الأهلي العام، المبادرة الخاصة بتشجيع الاستثمار في الحضانات ومراكز رياض الأطفال لتشمل وتتوسع في جميع مناطق المملكة. من المحاولات اللي والحمد لله هي تعتبر محاولة ناجحة اللي أطلقتها الوزارة، اللي مركز الاستثمار التعليمي، مركز الاستثمار التعليمي بشراكة مع شركة تطوير التعليم القابضة، يعمل على تذليل الصعوبات اللي ممكن تواجه المستثمرين في قطاع التعليم. أيضا في الفترة الحالية نقوم على تحديث الأدلة والتشريعات الخاصة بالاستثمار في قطاع التعليم الأهلي لتتناسب مع المرحلة الحالية وتوسع القطاع ورؤية المملكة 2030. أيضا لدينا أراضي تعليمية في مدينة الرياض تقوم وزارة التعليم بتأجيرها على المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي للعمل على توسيع القطاع، أيضا التخلص من المباني المستأجرة وتجويد العمل في القطاع الأهلي. أيضا لدينا بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة في الاستثمار في التعليم الأهلي نقوم على تذليل الصعوبات اللي ممكن تواجه المستثمرين، مثل الجهات ذات العلاقة وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وزارة المالية، الهيئة العامة للاستثمار. أيضا لدينا توجه قوي الآن في التعليم الأهلي العام لزيادة نسبة الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع.